تحياتي وتحياتي الكابتن سيف زاهر لحضرتك. تحياتنا للكابتن سيف زاهر وقناتكم الجميله، وانتوا الحقيقه متابعينا في كل مباريات، والكابتن سيف الحقيقه من اول القنوات اللي هنتنا بالصعود للترقي، فانا بحيي البرنامج وبقول لكم مرحب بيكم، ان شاء الله تشرفونا في الاستاد وتحضروا باذن الله الشرقيه وهي بتترقى باذن الله. يعني قناه الحياه تجي لك الماتش الجاي باذن طبعا ده انتوا تشرفوا وتنوروا باذن الله، ويا ريت انتوا تكونوا سجلتوا، شوفوا العدد اللي موجود في الاستاد النهارده، اعداده هي مش اقل من 3000 واحد، عشان ما حدش يجي يدعي يقول جماهير الشرقيه ايه بتحضر المباريات، لا احنا عايزين بالمثل. حضرتك شايف بعد الماتش اهو عدد كبير جدا غير اللي انصرف قد ده مرتين ثلاثه، فلما يجي يحضر جماهير الشرقيه نفس العدد ما نقولش لا والله جماهير الشرقيه حضر عدد اكبر منا. هتحضروا جماهير المباراه القادمه؟ لا احنا مش فيش حضور جماهيري، لكن انا عايز اقول اهو انه في اعداد موجوده حضرت، فيجب ان احنا نعمل حسابنا انه تبقى المعامله بالمثل. الترسانة عايز يجيب 100 يجيبهم 100 بكشف وانا اجيب زيهم، لكن النهارده مش انا التزم بكشف 15 واحد وافاجئ انه داخل عندي 500، ده مش منطقي. النهارده اعترضت على التحكيم بشده من اول دقيقه لحد الدقيقه حاجه و90 او 95 العشرات الضايعه للحسم. تمام تمام، اولا انا لا اعترض على الوقت الضايع، ده تقدير للحكم، لكنني اعترض على انه الحكم يدي انذارات على كور لا تستحق انذارات، دي نمره واحد. نمره اثنين، انا لا اعترض على انه يحتسب فاول ليا وللخصم، لكن كل لمسه هنا تتحسب فاول والكرات الثانيه يبقى اللعيب بتاعنا مضروب واقع في الارض ومش عايز يحسب فاول. الحاجه الثانيه، انا احسب ثلاث انذارات ليه لفريق الشرقيه؟ هو فريق الشرقيه مش عارف الانذارات دي هتجيب لي ايقافات؟ انا داخل دوري الترقي السنه اللي فاتت عليا 13 لعيب عليهم انذارات وايقافات، السنه دي نفس الفيلم بيتعمل مع نادي الشرقيه.